مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب سنة سعيدة على الجميع، وتحققوا كل الأمنيات وكل الحاجات الحلوة اللي نفسكم فيها، والحال يتعدل ويبقى زي الفل إن شاء الله. بصوا، أنا يعني بقالي كتير قوي ما عملتش فيديوهات، وبشكر جدا 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 يعني كتير قوي كل الناس الجميلة اللي كتبت لي تعليقات حلوة ودخلت لي على الخاص وسألت على خير. وصدقوني مش محددة أنا هكمل إيه في الفيديو ده. انا مع كوبايه الشاي اهو اللي انتوا شايفينها، حابين ندردش مع بعض كده. يعني الكلفه اللي غليت، يعني انا عندي الكلفه بقت ب 15 جنيه، فده كتير كتير، خاصه كمان لو الناس اللي زي حالاتي مربيين حمام بلدي، فالموضوع بقى مكلف. وانا عن نفسي يعني لازم ادخل عيش عشان تجازي اخد بس شفطه شاي. اتفضلوا معايا، لازم ادخل عيش، لان الموضوع ان الكلفه لوحدها هتخرب بيتي بصراحه. فايه يعني انا بعمل ايه؟ مش بقتصر على العيش برضو، علشان العيش ليه اضراره، ومن ضمن يعني سواء العيش او الرز، ومن ضمن الحاجات اللي بتعمل اسهالات وبتاثر على الجهاز الهضمي للحمام. وليه فوائد طبعا، يعني زي ما العيش ليه اضرار ليه فوائد، بس احنا يعني نساعد مع الكلفه. فانت قررت ان انت تربي حمام وتبقى مسؤول عنه، لازم تعرف ان العمليه مكلفه شويه، بس على قد ما نقدر بنحاول ان احنا نوفر. ده بالنسبه بقى ايه لمستجدات الكلفه. بالنسبه بقى للحمام اللي جالي يا اولاد، اخر حاجه احنا مسكناها، مش مسكناها، بص انا ضد فكره ان احنا نمسك حمام، عشان الحمام لو عايز يستقر عندك من غير ما تعمل اي مجهود. فاكرين دي فاكرين سيد مكانة قلشة وشكلها كحيان؟ بص بقت جميلة ازاي، بصوا شايفين الفرق. جات لي من 10 ايام كانت عاملة ازاي، بس انا هبعد كده عشان اوريكم. انا عايزة بس اخليها تطير، مش هتطير يعني. انا ايه الفيديو ده هفرجكم على كل الحمام اللي جه واستقر عندي، وهتلاقوه مش بيطير خالص. بصوا يعني مهما عملت خلاص، يعني هي خلاص خدت على المكان. ومن دي ومن ضمن الحاجات اللي بنستشفيها عن الحمام، ان الحمام مش شرط يبقى صغير عشان يتعود على المكان. لو الحمام كبير وزي ما بيقولوا كده عاشق مكانك، مش هيسيبه ولا بالطبل البلدي حتى، يعني حاجه غريبه. يعني مع ان الحمام وافي جدا لمكانه، بس لما يرتاح في مكان مش حتى متباط فيه، يعني مش من انتاج المكان وراح للمكان التاني دوت، ومهما عملت خلاص هو ارتبط بالمكان. من ضمن كمان الحاجات اللي السنه دي، انا طبعا ما بقاليش لسه سنه عامله القناه، فهوريكم الحمام اللي جالي يعني السنه دي. بصوا معلش انا مش قادره اطير الحمام كله، لان الجيران عندي عندهم يعني غسيل تحت، فمش هقدر ان انا ايه افتح الحمام. فانا بس هفرجكم على حصيلة السنة دي من الحمام، مش اللي مسكته، من الحمام اللي يعتبر جالي ومرضاش يسيب المكان، عشان نبقى متفقين مع بعض. خدي حاجة ايه تاني من ضمن الحمام، ودي برضو بصوا فاكرين الزاكل؟ الزاجل اللي طلعت مني، انا جوزتها الحمامه البنيه اللي فاكرين كلكم فضلتوا تقولوا لي ده ذكر، اقول لكم لا دي انتهيه دي عندي وبتطير. اول ما ابتدت كانت بتيجي وتمشي، بتيجي وتمشي، ف يعني انا مش شفتها قلت لكم لا دي انتهيه. المهم ان الفرد ده قعد عندي كام، يجي 4 شهور. الناس المتابعه هتعرف ان الحمامه دي بقى لها 4 شهور. انا حطيتها مع دكر، عايزه اقول لكم ولا الهوا ولا الهوا، من غير اي ادويه، مجرد الدكر دوت كان عايز يتجوز. واول ما حطيتها ما فيش 10 ايام لقيتها ايه، حسيت الحسويتين. يعني انا هحاول بس ما تخافيش، دي برده من ضمن حصيله السنه دي هتيجي ماشي، هي هتلف لفتها، بس انا هقفل هنا عشان الدكر دوت مش تبعي، وهنشوف احنا مكملين مع بعض ايه تاني. الحمام اهي، بصوا هي بس خافت مني عشان كده تحتيها بيت، بس هتيجي تاني. ايه تاني الحمام اللي جالي؟ اهو دي، تعالي
عشان بقالي كتير كمان حبسه الحمام اهي. يقي وقعت ولا ايه؟ اه اهو بصوا تمام ماشي. ايه تاني الحمام اللي جالي السنه دي؟ فاكرين دي؟ انا تقريبا نص الحمام اللي عندي طار وجالي بداله حمام مختلف. تمام دي كمان من ضمن دي جات لي زغلول عليها رشتين ثلاثه وخلاص فاضل لها كده هو رشتين ثلاثه برضو. تمام هي بس ايه كله هينزل دلوقتي. ايه تاني من الحمام؟ لا في تاني، في تاني من الحمام الجلي. النتاية دي برضو بس هم هنا عند الغسيل فاحنا ايه نهشهم. يلا حلوين يلا حلوين. وفي بقى اتنين الاتنين دولت قبل ما اصور الفيديو دول بقى لهم 10 ايام برضو بيجوا عندي هوريه لكم. هقطع كده الفيديو واوصله. ده يعتبر الحمام اللي مش بتاعي. مساء الفل طيبين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بفضل الصحه والخير. حابه يعني اشوف كده على الجديد اللي كانوا كده الساعه 4 يعني تقريبا كده 10 ايام من ساعه ما صورتهم قبل ما يجوا. ادي هنا ثلاثه وفي واحده كده اهي اربعه وفي اتنين فوق يعني في البلكونه الثانيه من عندي البلكونه الثانيه كنت حاطاهم فيها فبيروحوا لما بطيرهم وبصور بيروحوا يعني كده. ادي ثلاثة ثلاثة وثلاثة يبقى ستة. ثلاث فرادي حصيلة ثلاث جواز حصيلة السنة دي من الحمام اللي جالي ومرضاش يمشي. طب احنا نسأل نفسنا ليه؟ ايه اللي بيخلي يعني ده سؤال انا بسأله برضه لنفسي. انا مش عايزاهم بس يمشي كده عشان ايه اللي بيخلي الحمام يسيب موطنه الاساسي ويروح عند حد تاني؟ ولازم نفرق بين حاجتين، بين حمام جعان بينزل لمجرد يلقط الغله زي العصافير كده جعانه فبتاكل لو في بواقي كلفه واقعه او ميه او بتاع، وفي حمام يقعد عندك او يلبد عندك في المكان. يا ريت اللي يعرف ايه الاسباب، هل مثلا صاحبه بيبقى مجوعه ولا ممكن يكون الحمام مثلا طار من مسافات كبيره ومعرفش يرجع، او ممكن تكون زغاليل لسه ما حفظتش المكان. لاني انا برضو معظم اللي جالي زي مثلا الهزاز دوت ده برضو عليه كام ريشه زغاليل، وبرضو انا من ضمن الحاجات انا في الحداشه مش عارفه ازاي ان هو طلع لي. دلوقتي انا هوقف الفيديو وهفتح لمكان الحمام دوت لان هنا النتايه بتاعته راقده بس مش هقدر افتحها لده، هو راقد اهو مكان البيض النتايه. وهفتح برده للعين دوت علشان يدخلوا العيون بتاعتهم. انا سبت الحمام شويه لقيته عامل ايه؟ مصدق يا عيني استحمى. شايفين؟ وادي اللي كانت طايره اهي البنيه بس انا مش راضيه افتح بصراحه للعين خايفه الفرد دوت يطير.